بسم الله على بركة الله. معكم يحيى بن سلام، فعمره 9 سنوات، كيقرا في المستوى الرابع وكيسكن في مدينة طنجة. جاو هكا كاستينغ لي فيلم مغربي ومشيت الليل وكباقي ممثلين والحمد لله تقبلت. صراحة كانت تجربة رائعة وأنا أفتخر أنني مشيت مثلت فيها، لأن كان فيها بزاف ممثلين رائعين ويعني مشهورين وكل شيء. استمتعت بزاف التجربة. ملي كنت شتيتو أنا أصلا كنت كنمشي من بعد أفلام أجنبية، وملي كنت شتيتو أصلا حتى كنت كنمشي قدام مرايا نبقى نقلد خوتي، ولحد الآن باقي كنقلد خوتي، وهذه جات موهبة من عند الله. يعني اكتشفتها ماما في 6 سنين 7 سنين هيدا. دائما في ما كانش برشي صعوبة، هما اللي كيكونوا واقفين قدامي في جنبي وكل شيء، دائما اللي كنكون كصور هما معايا. حسيت بالفخر والفرحة لأنني واقف قدام مجموعة من الممثلين عمالقة في مجال التصوير والتمثيل، وأنا فرحان لتجربة رائعة جدا 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 لسلسلة درنس. كنت مرتاح لأنني كنت تقريبا وسط العائلة ديالي الثانية، والحاجة الوحيدة اللي كانت زعما كضحكني هي لي سكونس ديالي مع الزازية، لأن كضحك بزاف. أقرب شخصية لي في هذا المسلسل هي شعب موفق. كنا دايما كنمشيو نخرجوا أنا وياه، نمشيو قهوة، نمشيو المهم كيشارك معايا كل شيء، كنا فحال هو بابا الحقيقي. وكنشكر زعما سامية أقاريو اللي كتعاملني دايما مزيان، فحال هي ماما وكتعاملني فحال أنا ولدة. الصعوبات اللي جبرتها هي خصوصا لي سيكونس ديالي مع الجازية، لان الجازية كانت كتقتب الضحك كتضحكني بزاف. كنت كنحفظ زعما لي سيكونس ديالي مع ماما، وخصوصا سعد كنا فيما كيكونوا عندها شي لي سيكونس مع بعضيتنا هو اللي كيحفظ معايا، وكنبقاو نهضروا مع بعضيتنا حتى كنحفظوا. وخصوصا سامية أقاريو كتخليني نتدمج مع اللقطه والمشهد. وكنشكر ماما لانها عاونتني بزاف بحكم الخبره ديالها في المجال. التصوير كيكون بعض المرات في الصيفية وبعض المرات كيجي مور المدرسة، وملي كنرجع التصوير كنمشي نحفظ. مقسمو الرسالة اللي نواجهها العباو اللي قدي هي يحاولوا يقراو مزيان وزعما يشاركوا فيما يحاولوا يطوروا المواهب ديالهم، ويشاركوا في المسرح والاغاني، والاباء ديالهم يحاولوا يطوروا من ولادهم باش يخرجوا شي حاجه كبيره ان شاء الله. انا صراحه تفاجات من اول يوم مشيت في المدرسه ملي بدا مسلسل يعني رمضان. كان جبرت بزاف العباد كيتسناوني كيعيطوا لي الجرياب، المهم فحال لي استاذ افتخر بيا بزاف، والعباد
يعني حتى هما انا ماشي وما جريه بجريه مورايا، وحتى الناس اللي في الزنقه كي بزاف ديال الناس كيعيطوا لي جريه وكيتصوروا معايا وكيقولوا لي مشرفين، وفي مواقع التواصل حتى هما كيوصلوني بزاف ميساجات يا جرياب جرياب كنبغيكم كاملين، وكنتمنى يعني طلعوا شي حاجه كبيره في حالي انا زعما، وطوروا من الموهبه ديالكم. كنشكر لالا مولاتي والجمهور زعما كنبغيهم بزاف بزاف بزاف، وشكرا بزاف بزاف عاوتاني لالا مولاتي اللي عمري ما ننسى عاوتاني هذا اللقاء. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.